مرحبا، عايزين اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة. مهما في المطبخ الإضاءة شوي تعبانة عندي، بدي أضبطها هالأيام. اللي ما متابع أخباري فما يعرف إنه هاي انتقلت لمكان جديد، لذلك مختفية. أكو ناس تكتب لي وين هبة، وينش مختفية، ليش ما تتابعين على الانستغرام؟ تابعوني، أنا دائما أقول لكم في الانستغرام، أقول لكم أنا هيجي هيجي جاي أسوي، راح أكل قلبكم. المهم تابعوني، راح أعطي لكم الرابط مالت بصندوق الوصف. تعرفون الشيء اللي صعب، والله العظيم انا دشت فتره بهبلت بهبلت، دائما اقول لكم راح يصير راح يصير راح يصير، بس هالمره صدق شلت وخلصت، وبعدني عندي كم اشياء اقصد اسوي. ووقفتي بالمطبخ مو بس عامل بس من نسكافيه، انا احب النسكافيه، راح اسوي نسكافيه واجي اقول لكم. دقيقه، انا بس اوقف بالمطبخ، ها كلها تيجي وياي، كلها تيجي تنبش بالدواليب. خل اقول لكم شو اشتريت. اشتريت نوعين دراي، جربتهم واحد بهم حبوه القطط وباعوا. اكو انواع دراي اكتشفت انه هي موجوده بالعراق، عندكم جزيره موجوده بالعراق. هواي اكو شغلات موجوده بالعراق، يعني هسه دخلت جديد، بس الشيء اللي موجود يمكم بالعراق كتبوا لي بالتعليقات، زين قولوا لي هذا موجود يمنا وإذا جربتوه ولا لا. بس أنا بدي أحكيلكم عن الأشياء اللي جربتها وحبوها القطط عندي. تعرفون عندي 6 قطط فكلهم متفقين عليه. أوكي، هسوي نسكافيه وأجي أقول لكم على الشغلات اللي اشتريتها. حتى تعرفون شو معاناتي، كلهم جوايا بعد ما انظر شلون ياكلون، يعني أنا ما أسوي لهم أكل، أنا بسوي نسكافيه بس المنظر وياي. كيف جمال مش لعبان ما يجب أسوي بعد. اشتريت هذا أول نوع اسمه شات، شات أعتقد هسا حطو لكم الصورة ما أدري أنا طالع بالمطلوب. هذا بالدجاج، أنا دائما أخذ دراي كل اللي بالدجاج بس، يعني ما أخذ الأنواع الثانية اللي بالسمك وهيك سوالف تتابع عنها صور حساسية. هذا عجب القطط عندي كلش. شوفوا أنا أستخدم هذا اللي اسمه فيتا، كل الأشياء راح أحط لكم صورها. ها هذا اسمه بيتا داي، هذا أعتقد إيطالي يمكن ما أعرف، بس هذا أنا أستخدمه. شوفوا اللي يشبه عندي هذا اللي مجهول الهوية اللي ما عنده اسم. هاي دقيقة صبر، هو ما يشبه ما يشبه زين بعد. هذا هذا النوع لو أقارنه ويا هذا فهذا حبوه أكثر، هما نفس السعر زين. راح أقولكم إياه بالنسبة للجودة، فأني حسيت بصراحة يعني حتى الدهون اللي بيه أقل، فحسيت هذا هذا 900 جرام يوم يا بالي كيلو، مش مو مشكلة على 100 جرام فرق. هذا حسيت الجودة مالته أحسن بهواية من هذا فيه. أنا بجربكم الأنواع المتاحة يعني أسعارها حلوة زين. واكو نوع رامون جربته ما استغنى عني، بس يا ربي يا ربي ما احسد نفسي بقطعه. هسه اشوفكم اياه بفيديو ثاني زين، رهيب والله رهيب. فالمهم اذا تحبون هذا النوع والله يعني ارشح لكم اياه صدق. اوكي خلص، ما عندي شيء، بس حبيت اعرفكم عن اخباري وانا ايش قلت لكم، وان شاء الله راح ارجع اسوي لكم فيديوهات ثانيه بس اضبط الوضع واضبط الاضاءه. وبس اذا اول ما تشوفوني تابعوني زين. انا احبكم كل شيء هواي، يا احبايب، باي 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 باي.